الراجعة في التحسين المستمر. نحن نستخدم أسلوب التدريب المصغر. كما تشاهدون الأخ الزميل الآن بعد أن قدم عرضه الآن يتلقى تغذية راجعة لتحسين مستوى الأداء. تلاحظون يحمل الآن ورقة تسمى ورقة التغذية الراجعة من أجل أن يركز أنه هو الآن يعطي فكرة أنني أريد أن أتقبل تغذيتكم الراجعة لتحسين مستوى أدائي.